دشن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى مسابقة سموه للطلبة للمرة الأولى في الشرق الأوسط للابتكار في الذكاء الاصطناعي تحت شعار لنبتكر للمستقبل، والتي تنظمها بوليتكنيك البحرين مع شركة مايكروسوفت بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسموه، والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الهادفة لدعم المجال العلمي، حيث سيشارك صاحب أفضل فكرة في المسابقة بنهائيات مسابقة كأس التخيل العالمية والتي من المقرر إقامتها في مدينة سياتل بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو المقبل. ولدى وصول سموه كان في استقباله سعادة الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، وسعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس أمناء بوليتكنيك البحرين، وسعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عضو مجلس أمناء الجامعة، والشيخ سيف بن سعيد الحسني المدير الإقليمي لمجموعة شركات مايكروسوفت الشرق الأوسط، والدكتور إبراهيم بن محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين، وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: إن العالم من حولنا يسير بخطوات متسارعة ومتلاحقة فرضتها التطورات الحديثة، والذي يدفع للبحث عن الأفكار التي تخدم تقدم البشرية عبر مشاريع وابتكارات تحقق المزيد من التطور والرقي في المجتمعات. وأضاف سموه أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى لدعم الطلبة في هذا المجال، وترجمة لأهداف التنمية المستدامة من خلال تكوين جيل قادر على العطاء والمشاركة الحقيقية في بناء وتنمية المجتمع بمنظور ابتكاري حديث. وقد أشاد سموه بجهود بوليتكنيك البحرين وشركة مايكروسوفت على تعاونهم للإعداد والتحضير لهذا الحدث، متطلعا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. وقد كرم سموه رعاة المبادرة وأعضاء لجنة التحكيم، ثم تفضل سموه بتكريم الطلبة والطالبات الفائزين في المسابقة بعد أن استطاعوا اجتياز مراحل التقييم بنجاح. وعلى هامش الزيارة قام سموه بجولة تفقدية في المعرض الذي احتوى على المشاريع الفائزة بالمراكز الأولى بالمسابقة، كما وقام سموه بغرس شجرة بهذه المناسبة والتي تعبر عن غرس مفاهيم الانتماء والولاء تجاه الوطن وقيادته، وتجسد روح العمل والمثابرة لمواصلة التنمية الشاملة التي تسهم في رقي وازدهار هذه البلاد. Start scanning. Laptops sitting on a table. لأن العالم من حولنا يسير بخطوات متسارعة ومتلاحقة، ولأننا بحاجة إلى مشاريع وابتكارات تسهم في تحويل المستحيل إلى حقيقة، فلابد علينا أن نبتكر للمستقبل.
لنبتكر للمستقبل شعار لمبادرة تحمل في طياتها مستقبل البحرين المشرق. فمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي إحدى مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في المجال العلمي، تعد ركيزة أساسية للإسهام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق أفاق جديدة للأعمال وتأسيس الشركات، عوضا عن فتح المجال لتوظيف الطلبة الخريجين في شركات عالمية يشار لها بالبنان. أهداف المبادرة أن تكون فرصة حق الطلبة في المدارس وفي الجامعات أن يتنافسون في ابتكار في الذكاء الاصطناعي. طبعا هي فرصة بعد أن نشوف مواهب الطلبة باستخدام التولز المتوفرة من شركة مايكروسوفت، وهي أحدث التولز، ولاحظنا في بعض الابتكارات اللي شاهدناها في الفعالية اليوم وفي المبادرة بتساهم في وايد أشياء. تدشين المبادرة أن تكون مسابقة سنوية راح يكون دافع حق الطلبة اللي شاركوا السنة واللي بيشاركون السنة الجاية يقومون بابتكار في أشياء جديدة، ويمكن شركات مختلفة تساهم بالإضافة إلى شركة مايكروسوفت، فهذه بالعكس فرصة جديدة، ونشكر سمو الشيخ خالد على دعمه لا محدود. الابتكار ثقافة لابد من تعزيزها لتكون المحصلة بناء قاعدة علمية من الطلبة المبتكرين الذين بدورهم سيسهمون في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في المملكة. وللوصول لهذه الغاية كان لابد من وسيلة تستند عليها، وهذا ما تجسد فعليا في هذه المسابقة التي تهدف إلى خلق روح المنافسة بين الطلبة لتقديم أفضل المشاريع. ولعل مصاحبة الورش التدريبية لهذه المبادرة بمعرفة خبراء التكنولوجيا من مايكروسوفت دليلا مفعما لحيوية استراتيجية هاجسها الأول تكوين جيل من الشباب قادر على العطاء والمشاركة الحقيقية في بناء وتنمية المجتمع بمنظور ابتكاري حديث. عملنا عدة ورش عمل مع طلبة، قمنا بإعطائهم تقريبا شهر للقيام بتطبيق الأفكار هذه إلى واقع ملموس، كان لها دور فعال بالتأكيد، يعني بدون هذه الورش العمل ما بيقدر الطلبة أن يبدأ مشروعه. فكانت بداية، كنا نفتح أفكار ونفتح عقولهم لشيء جديد لم يروه سابقا. نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته هذه المسابقة، وهذا دليل كبير على اهتمامه بالشباب وبالطلبة. المشروع مالنا هو عبارة عن التحكم بالأجهزة في المنزل عن طريق التفكير وحركة العين فقط. كنا متوقعين نحن يعني نحصل مركز، والحمد لله يعني الله وفقنا. هذا يمكن أول مرة يستوي في البحرين الذكاء الاصطناعي، يعني ما كان في فعاليات تقدر الناس اللي تشتغل على الذكاء الاصطناعي، فالحمد لله أن يعني هذه السنة صار هذا المسابقة. احنا شفنا مشاريع كتير مبتكرة وناجحة من الشباب اللي قدموها، قدروا خلال فترة وجيزة جدا ان هم يشتغلوا على المشاريع ويقدروا ان هم يطوروا منها ويقدروا ان هم يقدموها للجنة التحكيم. فعلا انبهرنا بقد ايه هم قدروا ان هم ينفذوا الافكار ديت ويحولوها لنماذج ناجحة. إن غرس ثقافة الابتكار ورياضة العقول في نفوس الطلبة والأخذ بعين الاعتبار النتائج المترتبة عليها بلا شك لهو تأكيد على أن مملكة البحرين تسير وفق خطط مبرمجة تتماشى ورؤية 2030. أبعاد عديدة رسمتها هذه المبادرة نستطيع أن نوجزها في سطور ستظل خالدة في الصدور تم اقتباسها ممن تكفل بحمل لواء الابتكار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، مضمونها الآتي: لنتفكر في كل ما حولنا كان مجرد فكرة وتبلورت ثم طورت فاستفاد منها العالم بأكمله. جميل ذلك الشعور حين ترى ما بعقلك قد تجسد لخدمة الناس جميعاً. وحول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد العسيري نائب رئيس مجلس أمناء بوليتكنيك البحرين. الله يمسك بالخير دكتور. بنور السرور دكتور. مسابقة سمو الشيخ خالد بن حمد في الذكاء الاصطناعي لنفكر من أجل المستقبل، ما هي أهداف المسابقة؟ ولو نتحدث عن دعم سمو الشيخ خالد لهذه المسابقة. في البداية طبعا بالنسبة لدعم سمو الشيخ خالد لهذه المبادرة كان له كبير الأثر وعظيم الأثر على تبني البوليتكنيك لهذا المشروع، واللي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. أهدافها طبعا أهدافها كثيرة. على قمة هذه الأهداف عندنا رؤية تحقيق رؤية البحرين 2030، وذلك من خلال
تهيئة أجيال من الخريجين قادرين على التعامل مع التقنية الحديثة ومتطلبات العصر، مجهزين بمهارات القرن 21، إضافة إلى ذلك تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل. كذلك من أهداف هذه المبادرة أن تحقق للبحرين تلبية أهداف التنمية المستدامة التي تحددتها الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك يوجد حاليا توجه لدى البوليتكنيك في تعزيز مبدأ ريادة الأعمال لدى خريجينها ولدى طلبتها، وهذه البادرة كان لها أهمية كبيرة في تحقيق ذلك من حيث قدرة الطلبة على تحويل الأفكار إلى حقائق ملموسة وإنتاج منتجات مبتكرة جديدة تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل بمختلف الطرق. إحداها أن هذا المنتج الذي هم أعدوا وقيم من قبل لجان تحكيم عالية المستوى بإمكانهم السعي إلى تسجيله كبراءة اختراع بأسمائهم، وبالتالي بإمكانهم بيعه إلى الشركات العالمية والشركات المحلية وتطويرها، أو إلى التوجه الآخر وهو تأسيس شركاتهم الخاصة في ريادة الأعمال. من الأهداف الأخرى السامية لهذه المبادرة الكريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد أن يكون للبحرين سمعة عالمية في مجال الابتكار، وهذا عنصر جاذب لشركات الاستثمار العالمية. طيب دكتور، لو تعرفنا على أبرز المشاريع الفائزة في هذه المسابقة. طبعا المشاريع كثيرة ولله الحمد، ولكن نحن مضطرين أن نحن يعني نقبل برأي لجنة التحكيم ونتكلم عن أفضل المشاريع اللي كرمها صباح هذا اليوم سمو الشيخ خالد بن حمد. في عندنا مشروع يلبي احتياجات الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، فهذا التطبيق الذكي بإمكان حامل الجهاز الهاتف إن ينزل هذا التطبيق ويحول الجهاز نفسه إلى عين ترى بالنيابة عنه. نعم. فبإمكان أنه يحرك الجهاز ويبدأ الجهاز في شرح كل ما يراه الجهاز، فممكن يقول لا أمامك سيارة، أو هنا إشارة لعبور المشاة، أو أن هنالك مثلا خطر حاول تتفادى، أو أمامك جهاز حاسوب، أو أمامك شخص واقف، فيبدأ ضعيف البصر في أنه يحاول يتخذ الإجراءات المناسبة حيال ما هو مقدم على تحرك يعني باتجاهه. إذن هذه المخترعات هي ليست اختراعات يعني فقط صناعية، إنما هي تتمتع بالذكاء أيضا. نعم، وهذه ميزة المسابقة أنها هي ميزة ابتكار في مجال الذكاء الصناعي. في عندنا ابتكار آخر كان لطيف جدا، أنه هو مساعدة الفتيات على صباغة الأظافر وفي أقل من دقيقة. في هناك اختراع آخر يعني صراحة يعتبر رائد من نوعه على مستوى المنطقة، وهو قراءة الموجات الكهرومغناطيسية اللي في العقل البشري وتحويلها إلى أفعال. وسموه شاهد هذا الابتكار اليوم بأن الطالب ابتكار فريد جدا، وهو يساعد في طبعا أكيد للتطبيقات مختلفة، ولكن نقدر نقول أنه يساعد البشر في تحويل الأفعال اللي يحتاجونها مثل تحريك بعض الأشياء عن طريق الموجات اللي الذهنية اللي قدر الجهاز عن طريق البرمجة الذكية في قياسها وترجمتها إلى أفعال. نعم دكتور، إذن هذه المسابقة هي يعني الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. صحيح. نعم. طيب دكتور، يعني خططكم للمشاركة في مسابقة التخيل في الولايات المتحدة في يوم، يعني ما هي خططكم؟ احنا متفائلين جدا ان الفائز بالمركز الاول سيتأهل مباشرة الى مسابقة التخيل في سياتل اللي بتعقد ان شاء الله قريبا، وبيكون هو بادرة كبيرة جدا في تمثيل مملكة البحرين على المستوى العالمي، وهذه طبعا بتعزز من موقع مملكة البحرين في مجال الابتكار عموما وفي مجال الذكاء الصناعي على وجه الاخص. نعم، الدكتور محمد العسيري نائب رئيس مجلس امناء بوليتكنيك البحرين، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا لك. شكرا، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم.